السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أعزائي الطلاب والطالبات في مقرر التقنية الرقمية 2-2. بإذن الله سنتعرف اليوم على درس تصميم ملصق إعلاني. أهداف الوحدة، مفهوم الإعلان وأهميته، أنواع وسائل الإعلان وأهميته، أنواع وسائل الإعلان التجارية، مواصفات الإعلان الفعال، أنواع التصميم الرسومي، ومبادئ التصميم الرسومي، أهم عناصر التصميم الرسومي، وأهم أشكال التصميم الرسومي، بالإضافة إلى أدوات التصميم الرسومي، والاختلافات بين الرسومات المتجهة والرسومات النقطية، تصميم شعار باستخدام برنامج الإنكسكيب، وتصميم ملصق إعلاني باستخدام برنامج الإنكسكيب، وتصميم إعلان متحرك باستخدام برنامج الجيمب. سنستخدم الأدوات برنامج الإنكسكيب وبرنامج الجيمب وصور مايكروسوفت. بإذن الله درسنا اليوم سنتعلم تصميم ملصق إعلاني باستخدام برنامج الإنكسكيب. سؤال: كيف بإمكانك إيصال فكرة معينة بشكل جذاب وملفت لأكبر شريحة من الجمهور؟ في الحملات التوعوية، كيف يمكن إيصال رسالة الحملة بطريقة بسيطة وملفتة باستخدام الصور والنصوص؟ في درسنا اليوم سوف نتعلم كيفية تصميم ملصق إعلاني بهدف الترويج لمهرجان التمور الذي سيقام في المملكة العربية السعودية. لتصميم الإعلان لابد من مراعاة مبادئ التصميم الرسومي الذي تعلمناها في الدرس السابق. إذا ما هي مبادئ التصميم الرسومي؟ أولاً التوازن، وهو تحقيق التوازن البصري بين الأشكال والخطوط والعناصر بطريقة تماثلية أو غير تماثلية. تبرز أهمية التوازن بأنه يوفر بنية وثباتا للتصميم. أيضا من المبادئ التي لا بد من مراعاتها المحاذاة، تتم المحاذاة جميع العناصر الرسومي إلى الأعلى أو الأسفل أو المنتصف أو الجانبين، بحيث تصبح جميع العناصر على امتداد واحد. أيضا من المبادئ مبدأ القرب، يوجد القرب علاقة بصرية بين عناصر التصميم المختلفة، لأن الفراغ تسبب تشتت للصور. أيضا من المبادئ مبدأ التكرار، وهو عملية تكرار عنصر أو عدة عناصر في التصميم ترتبط معا لتعطي التصميم الاتساق المطلوب. أيضا التباين، يؤكد التباين على جوانب معينة من التصميم لإبراز الاختلافات بين التصميم. أيضا تعلمنا في الدرس الماضي عناصر التصميم الرسومي مثل الخط. الخطوط قد تكون منحنية أو مستقيمة أو سميكة أو عريضة أو ثنائية أو ثلاثية الأبعاد. أيضا تعلمنا الشكل. الأشكال قد تكون هندسية أو مجردة. أيضا اللون. الألوان عنصر مهم في جذب الانتباه ولها عدة خصائص مثل الصبغة، مجموعة الألوان والقيمة والتشبع. أيضا من العناصر الطباعة، وهي فن ترتيب الخطوط المختلفة التي تدمج بأحجام وألوان وتباعدات من شأنها التأثير بشكل كبير على الرسالة التي يريد المصمم إيصالها. أيضا من العناصر البنية، وتشير إلى نوعية السطح الملموسة، قد تكون خشنة أو ناعمة أو لامعة أو معتدلة أو صلبة. أيضا من العناصر الحجم، يشير إلى استخدام أحجام متباينة أي أحجام مختلفة يمكن أن يوفر عنصر الجذب البصري إلى التصميم. أيضا الفراغ، يرمز إلى مناطق التصميم التي تركت خالية لضمان عدم تداخل العناصر أو التشويش على رسالة المحتوى. بعد أن تعرفنا على مبادئ التصميم الرسومي، سنتعرف على برامج التصميم الرسومي لكي تتمكن عزيزي الطالب من تصميم الملصق الإعلاني. هناك نوعان من البرامج: البرامج التصميم الرسومي المدفوعة أو التجارية. أشهر البرامج الأدوبي فوتوشوب لتصميم رسوم يعتمد على الرسوم النقطية. أيضا برنامج الأدوبي إنديزاين تستخدمه الشركات التي تركز على النشر. أيضا من البرامج المدفوعة الكوريل درو،
برنامج يحتوي على واجهة سهلة الاستخدام ذات مميزات تحرير جيدة. والنوع الآخر من برامج التصميم الرسومي برامج التصميم الرسومي المجانية. أشهر البرامج جينيلي، وهو تطبيق يحول أي محتوى إلى رسومات تبدو احترافية، ملائم للمواقع الإلكترونية والمدونات ووسائل التواصل الاجتماعي. أيضا من أشهر البرامج برنامج الجيمب، وهو برنامج مفتوح المصدر، وهو يعد أكثر من مجرد محرر للصور، يقدم الكثير من مميزات الفوتوشوب مجانا. أيضا من البرامج التصميم الرسومي المجانية برنامج الإنكسكيب، وهو برنامج مفتوح المصدر يعتمد على الرسومات المتجهة، وهي تساعد المصممين في إنشاء تصميمات رسومية مرنة بحيث لا تفقد جودتها عند تغيير حجمها. إذا من أهم مميزات الرسومات المتجهة أنها لا تفقد جودتها عند تكبير الصورة أو تصغيرها. إذا ستصمم عزيزي الطالب ملصق إعلاني باستخدام برنامج الإنكسكيب بهدف الترويج عن مهرجان التمور الذي سيقام في المملكة العربية السعودية. أولاً عليك إنشاء مستند جديد في البرنامج، بعد ذلك ستدرج صورة للتمور والنص يتكون منهم الملصق ليظهر بالشكل هذا. أولاً سنراجع طريقة تحميل برنامج الإنكسكيب من خلال كتاب الرقمي، ستقوم بتحميل الرابط، بعد ذلك داونلود current version، بعد ذلك ستختار الويندوز، سيتم تحميله تلقائياً إلى جهازك. بعد انتهاء التحميل تظهر شاشة الإعداد next install، بعد ذلك يتم تحميل البرنامج. أيضا تعرفنا في الدرس السابق على واجهة برنامج الإنكسكيب. هذه هي الواجهة الرئيسية لبرنامج الإنكسكيب، تتكون من شريط الأوامر، أيضا شريط التحكم بالأدوات، وشريط الالتقاط، أيضا صندوق الأدوات ونافذة الخصائص ولوح الألوان. امتدادات ملفات إنكسكيب هو SVG، هذا هو امتداد ملفات إنكسكيب، Scalable Vector Graphics، وهو رسومات متجهة قابلة لتغيير الحجم. هو ملف رسومات نصي يوضح الصورة مع النص والأشكال والرسومات النقطية المضمنة. يمكنك أيضا فتحه باستخدام متصفح مايكروسوفت إيدج. الملصقات الإعلانية، ما هي الملصقات الإعلانية؟ تستخدم بشكل أساسي في المعارض، وتنبع أهميتها باعتبارها وسيلة إعلانية تبرز الأعمال الخاصة في المعارض والمؤتمرات. إذا تستخدم الملصقات بشكل أساسي في المعارض، وهي تبرز المعارض والمؤتمرات بطريقة جميلة وجذابة. أنواع الملصقات، الملصقات الترويجية التي تستخدم لتسويق منتج أو خدمة، وملصقات إعلانية خاصة بمناسبات مختلفة وما شابهها. إذن لتصميم الملصق نحتاج أولاً إعداد حجم الملف. لإعداد حجم الملف من قائمة File Document Properties خصائص المستند، نقوم بالضغط على Display، نقوم باختيار Format، نقوم باختيار الحجم A4. إذا لإعداد حجم الملصق فايل، بعد ذلك ديسبلاي، فورمات A4، اخترنا حجم الملف A4، بعد ذلك نقوم بإغلاق الإعداد.
لإدراج الصورة من قائمة فايل، الضغط على Import أو استيراد، بعد ذلك نقوم باختيار الصورة المراد استيرادها، بعد ذلك Open، امتداد الصورة JPEG وهي نوع نقطي، بعد ذلك OK. إذن لإدراج الصورة سيتم ضبط الصورة الخلفية تلقائية في لوحة ومنطقة التصميم لأنها لها نفس الأبعاد. إذا تم إدراج الصورة لأن الصورة نفس أبعاد المستند التي تم إعداده ستظهر ملائمة للسطح، لكن إذا ظهرت أصغر ممكن استخدام أداة التحديد Select Tool لنقلها أو تعديلها. إذن لإدراج صورة فايل Import، نقوم باختيار الصورة، بعد ذلك Open، ستظهر الصورة ملائمة للصفحة. لإدراج عنصر من التول بوكس أضغط على Object Tool من صندوق الأدوات، هنا نضغط على Object Tool، نقوم برسم مستطيل يغطي ثلثي المساحة، بعد ذلك نقوم بتلوين المستطيل عن طريق Object File and Stroke، بعد ذلك تظهر لنا قائمة HSLA يقصد بها أولا الهيو وهي درجة اللون يرمز لها بالحرف H، ثانيا الساتوريشن التشبع يرمز له بالحرف S، واللايت الإضاءة يرمز لها بالحرف L، والأوباسيتي درجة العتامة اللون يرمز له بالحرف A. نقوم بضبط الدرجات اللون التشبع والإضاءة ودرجة العتامة ليظهر لنا درجة اللون الأخضر مثل الصورة. إذن لإدراج عنصر نقوم من صندوق الأدوات بإدراج المستطيل، بعد ذلك نقوم بتعديل درجة اللون والتشبع والعتامة، يظهر اللون بهذا الشكل. نشاط: حدد الجملة الصحيحة والجملة الخطأ فيما يلي. 1- امتداد ملفات Inkscape هو SVG وهي رسومات نقطية قابلة لتغيير الحجم. ممتاز، الإجابة صحيحة. Saturation هو الإضاءة ويرمز له يرمز لها بالحرف L، الإجابة خاطئة. Saturation هي التشبع ويرمز لها بالحرف S. يستخدم الملصق الإعلاني بشكل أساسي في المعارض وتنبع أهميته باعتبار وسيلة إعلانية تبرز الأعمال الخاصة في المعارض والمؤتمرات. ممتاز، الإجابة صحيحة. إذن تعلمنا في هذا الدرس الملصقات الإعلانية وتستخدم بشكل أساسي في المعارض وتنبع أهميتها باعتبارها وسيلة إعلانية تبرز الأعمال الخاصة في المعارض والمؤتمرات. أيضا تعرفنا على تصميم ملصق إعلاني باستخدام برنامج الإنكسكيب. أيضا تعرفنا على إعداد حجم الملصق وإدراج صورة وإدراج عنصر. تقويم ختامي: لقد أنشأت خلال الدرس ملصقا باستخدام برنامج الإنكسكيب، ما البرامج الأخرى التي يمكنك استخدامها لإنشاء هذا الملصق؟ علل إجابتك. شكرا لكم على حسن المتابعة.